تتعزل عشان يا ايمن الجديد باكستاني اهي. وشك حلو يا استاذ محمد، اللي صلى على النبي يكسب. عليكم السلام. الله اكبر. دي طالبه 10. ايوه ايوه كده مش يعني. فالبط الابيض ده اللي انت شفته اللي كنت بتقول لي قاعد جرز النمله، موجود هناك في المزرعه دي كان. واللي صلى على النبي يكسب. عليه الصلاه والسلام. واللي صلى على النبي يكسب. الربيع دي عزت عزت عشان ايمن الجديد باكستاني اهي. وشك حلو يا استاذ محمد، اللي صلى على النبي يكسب. عليه الصلاه والسلام. الله اكبر. دي طالبه 10. ايوه ايوه كده مش يعني. دي اللي صلى على النبي يكسب. عليه الصلاه والسلام. دي كده شيعة عندي كده عزت 10. يبقى المعزه لما صلى على النبي يكسب. عليه الصلاه والسلام. يبقى المعزه اللي عزت 10 تقف كده بعدين. هي كده ايمن الشيعة اهي بقى. اللي صلى على النبي يكسب. عليه الصلاه والسلام. ودي برضه باكستاني. ضربه من البطل دي. المعزة دي كده قصد 10. يبقى معنى كده يعني لو واحد جاب معزة والفترة ما جالهاش شيعة والجيد يضربها ممكن ما تعشرش، ممكن ما يمسكش. لازم تقول كده للشيعة زي ما انت شايف كده. دي كده لو انت سيبت الجيد ده هيلحقها. وهتطلع دلوقتي والجيد بره. هي تعرف تحك كده في الجيد لحد ما عايزها تعشر. ايوه. تهزف ده يلعب. ودي برضه معزة حجازة عشر شعريط من الجيد الابيض. تمام. دي ب 10 من الجدي الابيض. ايوه. امال المعزه اللي ب 10 من باكستان دي ما تدخلهاش ده الجدي زي ده. لا انا عارف عشان الناس تعرف. لا انا ما ارمهاش. ما ده برضه ما شاء الله بطل وحجمه اهو. ما هو حجمه وابرسي. بس انا ليا هدف في دماغي. ده ارميها. طب من عندي الجدي الباكستاني وعندي الجدي الحجازي وعندي الجدي ده. لازم الواحد لا عارف لو عند واحد مغفل ارمي عليها جدي حجازي. عشان هي بيضة. المعزة اللي بتعشر دي سنة قد ايه؟ المعزة دي كسر 4 سنين. بس هي كانت مضروبة، انا شفتها وهي جاية كانت ضاربة. لا لا، أول مرة تملى الشيعة إن هي عيلة متبعانة عن قريب. واللي صلى على النبي يكسب. المعزة اللي بتعشر دي عاملة كام؟ المعزة دي آخر كلام فيها 20,000. اللي بتعشر دي؟ اللي بتعشر دي. ومشابهها دلوقتي. سن المعزه كسر جوز ولا سنها؟ ده كسر 4 سنين. في ابو هاجر العبادي بيسالك بيقول لك ما فيش جدي خليط قبرصي عمره 5 شهور؟ لا دلوقتي اللي هو والله ما موجود. لا في جديان اللي هي خليط القبرصي دي موجود. اللي هو ابو 5000 ابو 45. البطل ده خليط قبرصي؟ لا ده الجدي ده قبرصي. ان شاء الله. ده غير الجدي اللي عندك الثاني. ايوه. كان في برضه جدي احنا شفناه في بدايه الفيديو. هوريه لك دلوقتي وهطلع لك السعي كله دلوقتي. تمام. الباكستاني ده للبيع ولا ده بتاع المزرعه؟ الباكستاني ده للبيع برضه. بطلع بقى الشغل اللي عندك جوه. استنى بس لما اطلع الجدي ده بره عشان عندي ده يعمل الشيعة. زي ما حضراتكم بتتابعوا معانا. ما شاء الله شامي. ابو هاجر المكان. المكان يا باشا محافظة الفيوم، ام عبد الله من الفيوم، مركز اطصة قرية جلدو. فينا معانا شامي وبورف. احنا عارف تسجلي من ودي. ده ما شاء الله البطل، ده بطل ما شاء الله كبرسي. شوفوا المعزة دي كده، من المعزة دي ما شاء الله طالبة 10. والمعزة البلدي